نعم، شرع الله سبحانه وتعالى الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. نعم، قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية فيها شروط الشفاعة الثلاثة: الإذن والرضا عن الشافع المشفوع له. نعم. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، هذه الآية قال عنها، هذه الآية في سورة سبع، هذه الآية والتي تليها حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال عنها ابن القيم رحمه الله: هذه الآية هي التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، لأن ما يتعلق بالكفار سيذكر شيخ الإسلام الآن ويشرح هذه الآية، قال عنها ابن القيم: لأن كل قطع الله بها كل ما يتعلق بالكفار في آلهتهم. نعم. قال أبو العباس رحمه أبو العباس وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي المعروف بشيخ الإسلام، لم يولد له، ويصح كما عائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله. نعم. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نعم، فنفى أولا، فنفى أن يكون لغيره ملك ليس لهم ملك. نعم. أو قسط منه، أو قسط من هذا. نعم. أو يكون عونا لله، أو يكون عونا لله. في هل أحد شارك الله سبحانه وتعالى في خلقه؟ لا. نعم. ولم يبق إلا الشفاعة، ما بقي إلا الشفاعة. هل الله سبحانه وتعالى يأذن لهذه الأصنام أن تشفع؟ لا، إذن بطل. نعم. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. لماذا؟ لأنه لم يأتي الإذن من الله، والشفاعة إذا كان لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم إذن غير ما بأولى. نعم. ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. نعم. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم منهم. نعم. إذن هذه لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي هداية توفيق دخول في الإسلام، أما هداية دلالة وإرشاد هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، إذا كان لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إدخال أحد، ما استطاع إدخال أبو طالب في دين الله. نعم. إنك لا تهدي من أحببت هدايته، أو من أحببته محبة طبيعية، أو من أحببته قبل النهي عن محبة الكفار، يصح هذه الثلاثة: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، أو محبة طبيعية لأنهاكم الله، أو قبل النهي عن محبة الكفار، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. قال له: يا عم كافر. يقول له: يا عم، حتى يرق له إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذا من الحكمة في الدعوة، قال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم
ما استطاع إدخال. هذا في الإسلام. نعم. إذن لأنك لا تهدي من أحببت وطلعنا الهداية. نعم. فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب التوحيد؟ الشرك. نعم. لو كانت التوحيد ما قال له قل لا إله إلا الله. نعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. هذا فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان نسأل الله عليه السلام. نعم. وفيه التمسك بما عليه الآباء والأجداد. نعم. فكان آخر ما قال هو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هو ما قال هذا، هو ما قال هو، هو قال أنا. الآن تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صح ولا؟ تحكي نفس الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي لا كذب هو ابن عبد المطلب، صح؟ أي نعم. الراوي هنا غير، حذف أنا ووضع هو. لماذا؟ قال والله لا أحكي الكفر بلساني، مع أن حك الكفر ليس بكافر. قال ما أحكي، أقول هو. ولهذا بعد بعض علماء الكلام في مرض الموت كان يقول والويل لفلان، من فلان؟ هو إن لم يتغمدني الله برحمة. الحجاج بن يوسف الثقفي في مرض موته كان يقول اللهم اغفر لي، فإنهم يزعمون أنك لا تفعل. ما يقول يزعمونك أنك لا تغفر للحجاج، ما يستطيع أن يرجع هذا على نفسه. فهمت يا شيخ؟ فهنا الراوي غير، وهذا فيه التأدب في الألفاظ. لا تحكي الكفر بلسانك، هذا تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ عند الرواة. نعم. قال هو على ملة عبد المطلب. نعم. فكان أخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى الآن بدأ في قسم جديد، كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، لماذا يقع الشرك في الأمة؟ ما هي الأسباب حتى نجتنبها؟ ذكر أسباب ثلاثة. السبب الأول أخطر الأسباب وأعظم الأسباب وأول شرك حدث في الأرض شبهة الغلو في الصالحين. الثاني مضرة العكوف على القبور وتعظيم القبور. والثالث أن الغلو في قبور الصالحين الشيرة والثانية من تعبد من دون الله. الثالث مضرة الأعمال الصالحة عند القبور أيضا، يمنع لا نصنع أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروطه. ثم جاء بباب رابع وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ليس السبب الوحيد لكن هو من أخطر الأسباب وأعظم الأسباب وأول شرك حدث في الأرض. الشرك الذي حدث في الأرض كان بسببين والله أعلم. الأول في قوم نوح عليه الصلاة والسلام بشبهة الغلو في الصالحين، والثاني كان في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبادة الكواكب. نعم. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب يعني يهود ونصارى، لا تغلوا في دينكم، لأنه غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام اليهود قدحا والنصارى مدحا، وأهل السنة توسطوا فيه قالوا أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف لنفسه تشريفا. نعم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. نعم، من قوم نوح عليه الصلاة والسلام الذين سبقوا نوح، لأن مراحل صالحين وماتوا وصوروا تماثيلهم وعكفوا ثم فقد العلم عبدوا
ثم نوح عليه الصلاة والسلام بدأ يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ الشرك. نعم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى نعم. إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم. فيه أن البدعة قد تؤدي إلى الشرك الأكبر. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. ما هي البدعة؟ ابتدعوا شيء في محبة الصالحين، وهو صورة الصالحين، تصاوير، تماثيل، حتى نتذكر ما كانوا عليه من وعظ. أدى بهم هذا الإسراء في السلام إلى الكفر الأكبر. نعم. هذا لا يعني أن البدعة شرك أكبر، لا، في فرق عندنا صغائر وكبائر، والشرك أصغر والشرك أكبر، لكن قد تؤدي البدعة إلى الكفر الأكبر. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم. وعن عمر رضي إذن الله عنه: إذن عندهم تصاوير وتماثيل، عكوف على القبر، طال عليهم الأمد، بعد عن العهد النبوي. نعم. وفقد العلم، مضرة فقد العلم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. الإطراء هو المبالغة في المدح. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أهلكهم في العمل، وأهلكهم في نقص الدين، نسرع في السلام. نعم. ولمسلم الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. المتنطع هو المتعمق والمتقعر والمتشدق، إما في الأقوال أو في الأفعال، يعني يتكلف. يعني بعض الناس الآن يكلم الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا تنطع. أو يتنطع في الحركات، تراه يصلي يعني الله أكبر، هو ويتنطع في النية أيضا، الله هكذا، هذا هلك. هذا هلاك في الدين وهلاك في الأبدان، متنطع، متعمق، متقعر، متشدق. وبعض الناس يتكلف السجع، يعني يتكلف أن يكون الخطبة على السجع، هذا تكلف مذموم. ولهذا قال الطالب للأستاذ، قال: يا أستاذ، ما أحسن السجع؟ قال: ما وافق الطبع. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. جاء على الطبيعة، على السليقة، من دون ما يتكلف. فإذا لم يتكلف كان جميل، لكن يتكلف أنه ينهي كل كلمة مثلا بكذا، هذا مذموم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يقول عندنا أحد الشباب، يقول أنه كتبت له يعني ورقة طويلة عريضة، مقاضي يجيبها من السوق وكذا وكذا وكذا، المهم هو تقرأ عليه الورقة، هو يسمع وكذا 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 وكذا، وصلت عند وكركم، قال: إلى هنا نشكركم. توقف، يا حرام عليك، إيش الورقة هذه؟ أجيب السوق كله يا رب. فقال: إلى هنا نشكركم، ضحكت وعطت الورقة وخلص. نعم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يقول: عبادة الله عند القبور ممنوعة، فما بالك بعبادة صاحب القبر؟ لا يمكن أن نصنع أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروطها: ألا يشد إليها الرحم، أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. فإن نوى دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية، وإن نوى دعاء الأموات دون الله سبحانه وتعالى هذه زيارة شركية. لا وعظ ولا خطب ولا صلاة عند القبور إلا إذا كان عارض، مر هذا بالقبور ورأى منكر أنكر،
عارض. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد، يعني الآن يحفر في اللحد في القبر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عارض، عارض حتى انتظر حفر القبر يصح. أما نجعل وعظ عند كل جنازة مثل ما يصنع بعض الناس اليوم، عند كل جنازة يقول يا أخوان اتعظوا يا أخوان الموت كذا كذا كذا، هذا ما، هذا ليس من السنة. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. نعم، لأن أم سلمة رضي الله عنها هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة. نعم. وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل أولئك الصالح. وأولئك يصح نحدث أنثى. نعم. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فذكر العمل وذكر العقوبة نسأل الله عافية والسلام. نعم. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرق، يعني مرض الموت عليه الصلاة والسلام، عندما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظل عليه الصلاة والسلام يدعو لتوحيد الله وأنهى عن الشرك منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله، حتى قبل أن يموت بخمس، حتى وهو في سكرات الموت كان يذكر الناس ويحذر الناس من الشرك. نعم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال إذا اغتم بها يعني منع من التنفس قليل كشفها، ماذا يصنع؟ نعم. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. يعني غرض النبي صلى الله عليه وسلم التحذير لا الإخبار عما كان عليه اليهود والنصارى، وقال ولولا ذلك. نعم. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. خشي وخشية، أبرز قبره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا نراه، لا أحد يا أخوان نترك الكلام هذا اللي موجود عند المواقع التعبانة دي، لا أحد يرى تربة القبر منذ أن أدخل عمر رضي الله عنه أغلقت هذه الحجرة، ما أحد يرى تربة القبر. فهذا اللي يقول دخلت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت لي يد أو كذا، هذا كله كذب، ما أحد يستطيع الدخول ويرى تربة القبر أبدا. هذا اللي يقول دخلت هو يدخل بعد الجدران الثلاثة، الحجرة النبوية حجرة أم المؤمنين عائشة محاطة بثلاث جدران ومسبوب عليها أصلا نحاس، ما أحد يرى تربة القبر. فهذا اللي يقول دخلت هذا يدخل بعد الجدار الثالث، يرى الجدار الثالث يقول رأيت الحجرة، ما رأى الحجرة أصلا. أبرز يعني أظهر، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يدفن مثلا في البقيع أو مع شهداء أحد؟ خشية أي النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أي الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن كل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدفن حيث قبض. ولهذا مرزا غلام أحمد قادياني مؤسس فرقة القاديانية في شبه القارة الهندية، هذا نسأل الله عفو السلام مات في الحمام، فقالوا له تقول أنه نبي ادفنه في الحمام لأنه يدفن حيث قبض، وش نصنع لكم نحن؟ هذا اللي على ما قلنا أمس آية وكرامة ومعجزة وفضيحة نسأل الله عفو السلام. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد على من يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام،
لأننا فيما نعلم أن الخلة ثبتت لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. كيف أن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرتبة وأنت تقول حبيب الله؟ مفهوم؟ أي نعم، خليل الله. نعم. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه إشارة إلى خلافة الصديق. ثبتت خلافة الصديق رضي الله عنه بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. كيف يتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ إما بالسجود عليها. الآن تسمي هذا اللي نسجد عليه تسميها سجادة. لماذا؟ لأن تسجد عليها. وجعلت لي الأرض مسجدا. لماذا مسجدا؟ كل مكان تسجد عليه فقد اتخذته مسجدا. إذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد إما بالسجود عليها أو بناء المساجد عليها. نعم. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى المسجد، الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد وإن لم نبني المسجد. نعم. وجعلت للأرض مسجدا. نعم. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا. الآن غير الرواية، أول قال خشية، الآن خشية كانت من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. طيب هذا اللي تراه اليوم، يقول مسجد نبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل، من اللي بنى المسجد؟ من بنى المسجد النبوي أخواننا؟ من؟ ها؟ من الذي بنى المسجد النبوي؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حي ولا ميت؟ يوم بنى المسجد حي؟ نعم. إذن بنى المسجد ما يوجد القبر. تمام. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ أين دفن؟ حجرة أم المؤمنين عائشة. وكانت خارج المسجد أو داخل المسجد؟ خارج المسجد. تمام. الثالث الآن إدخال الحجرات، حجرات إلى المسجد، حجرة أم المؤمنين عائشة وسودة رضي الله عنهم إلى المسجد، كان بإقرار الصحابة؟ لا، أنكر من كان من الصحابة وأنكر من كان من التابعين. طيب أيضا بعد إدخال الحجرات الآن إلى المسجد، الآن عندما تدخل مثلا بعض المساجد، عندنا بعض اتفق أهل السنة، لا يا رجل، أجمعت الأمة، ليس أهل السنة فقط، أجمعت الأمة قاطبة أن للحسين كم رأس. حسين يا أخواننا، الحسين بن علي رضي الله عنهما له كم رأس؟ هذه أجمعت الأمة، أمة كاملة، صح؟ نعم، على أن للحسين كم رأس؟ لا، أجمع أنه رأس واحد. اليوم الواقع لا، رأس في مصر ورأس في الشام ورأس في إيران ورأس في باكستان ورأس في المهم. كيف رجل واحد له أكثر من رأس؟ ما أدري. فهذا المسجد له مزية، عندما تدخل المسجد ما ترى القبر، لكن تدخل إلى مسجد الحسين مثلا، وكذب هذا مسجد الحسين ورأس الحسين، لكن تدخل تجد القبر في وسط المسجد مثل الكعبة والناس تطوف. عندما تدخل مسجد نبوي لا ترى، وفي زاوية منحرفة عن القبلة. ثم لو امتنعنا عن الصلاة في مسجد الحسين ما عندنا إشكال، لكن تمتنع عن الصلاة في المسجد النبوي، هذا مسجد يقصد ويشد إليه الرحل، وبهذا يزول الإشكال. ودعا عليه الصلاة والسلام بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. يقول ابن القيم رحمه الله لم يسمع في التاريخ قط، ما سمع في التاريخ أن أحد جاء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، ما يوجد هذا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. كذاب هذا اللي يقول دخلت، هذا يدخل من خارج، مثل الذي يأتي من خلف الحجرات من هناك ويعبد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أما القبر لا يمكن، ولم يسمع في التاريخ أن أحد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم. وعندنا تصاوير اليوم، وقال في تصوير قمر صناعي وصور القبر وكذا وكذا. المهم أصلا هذا الذي بنى القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله الواجب كان يؤدب. كيف يطع فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصنع هذا، يبني هذه القبة فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ والله عجب. هذا تعدي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ والله تعدي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يطع فوق القبر ويبني هذه القبة؟ نعم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. نعم. العمل والعقوبة، لأنه لا تقوم الساعة للصلاة والسلامة إلا على شرار الخلق، اتخذوا قبور أنبياء مساجد أو قبور مساجد، وكانت العقوبة أن تقوم عليهم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق للصلاة والسلامة. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الواجب تجاه القبور الوسط، لا إفراط ولا تفريط. الواجب أن نرفع القبر عن الأرض مقدار شبر، يسنم القبر كالسنام، يوضع عليه حجر أو حجرين حتى لا يمتهن، حتى تعرف أنه قبر ولا نتعدى عليه. لا إفراط ولا تفريط. إما أن يبنوا عليها الآن أو ينبشوها. نعم. أو يطأوها. نعم.